لحظة، وين طبعا؟ في محاولة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية مرة أخرى في لبنان، صمم مواطنان خريطة تتيح لسكان البلاد وزوارها شطب المكان عند زيارته. أوكي. بدأت مريم عودة تنفيذ فكرة الخريطة التي أطلقت عليها بلبنان الصيف الماضي مع تفاقم الأزمة المالية، إضافة إلى جائحة كورونا التي منعت الجميع من السفر للخارج. اجت الفكرة على راسي انه ليه انا ولا مرة بفكر اكتشف لبنان؟ انه انا لبنان عايشة ببلد كتير حلو، كتير فيه آثار، كتير فيه طبيعة حلوة، كتير فيه كويزين حلوة، انه ليه ما بنكتشف لبنان؟ وهيك طلعت الفكرة وقررت انه يروح فيها على الاخر، انه مش بس انا عبالي اكتشف لبنان، انا اكيد في كتير عالم عبالهم يكتشفوا لبنان، خصوصا مع هيدا الوضع، فهيك طلعت الفكرة. ولتنفيذ المشروع وإنتاج هذه الخريطة تعاونت مريم مع بول باسيل، وقام بطباعة أكثر من 1000 نسخة حتى الآن، وتم بيعها على الإنترنت مقابل 150,000 ليرة لبنانية للواحدة. وأوضح باسيل الذي يعشق اكتشاف مناطق جديدة في لبنان أنه شطب نحو 30 مكانا فقط من القائمة مع زوجته وابنته، ويتمنى أن يكملها هذا العام. تحمست عليها ما عرضت ميرا من الفكرة، تحت لي تضل الشباب معلقة بلبنان، تضل في عنا نعمل سياحة إذا بدك داخلية بلبنان بعد ما صار في عنا الكرايسيس وصار في عنا أزمة السفر والعالم بطلت تروح وتجي مثل قبل، وفي كثير محلات اون بليس انه ما حدا بيعرفها. يعني انا مني وعلي لما كنت عم تقول لي مريم عن اللوكيشنز، في كثير ما انا ما كنت رايح عليهم، انا بارم كثير هون، سو اي واز اكسايتد نشتغلها. مشروع هدفه الرئيسي ان يكتشف اللبنانيون اماكن اكثر في بلادهم.